عسلامة. عسلامة. قد منا روح. عايدة مسكرة جي 23 زون نخدم. ربي يعينك عايدة، اخترت انك تحكي معنا على غدر الأصدقاء. ايه. انت تعرضت للغدر، دونك خلينا ننطلقوا من تجربتك الشخصية. بون، تعرضت للإساءة من أقرب الناس ليا، من صحابي اللي دخلتهم لداري وكليوا معايا الماء والملح، واللي حسبتهم أخواتي، خاطر أنا بحكم أنا ما عنديش أختي بنية معناها، حسبتهم أخواتي. جاوا غدروني، عملوا فيا برشا أعمال خايبة. بون، ما نحبش نتعمق في لي ديتاي أكثر باش ما هم حكيوا عليك، هزوا كلام. إيه، وصلت حتى الكلام اللي هزوه صحيح ولا غلط؟ في الصحيح وفي الغلط. انا الانتيم نتاعي نحكي لها في كل شيء، نحكي لها شنو نعمل، نحكي لها شنو نعمل، مع شكون نخرج، مع شكون قابل. وقت اللي انت تجي في ظهري وتجي تحكي الكلام هذاك لعباد اخرين معناها شكون؟ بون، حكيت لوقتها اصحابي الاكس فيونسي نتاعي معناها هي وصلت حكيت للاكس فيونسي نتاعك، والاكس فيونسي نتاعك سمعها؟ يا ما يهمنيش فيهم، انا طاو حكايه عندها 3 زون، اما ذيك اكثر حاجه قعدت هكا في قلبي لطاو. ربي يهديهم. كيفاش تعاملت مع الاساءه هذه؟ والله عطيت بظهري وخليتهم ومشيت، خليتهم هكيكه، بعدت منهم من كلامهم. من ما عملت حتى رد فعل؟ عملت رد فعل. كيفاش؟ وصلت هبطهم في جروبيت على الفيسبوك وقت فضحتهم، قلت شو ليكس فيونسي نتاعي معناها واقرب الناس ليا صاحبتي، كيفاش معناها بعد 10 5 سنين قعدت معاه يمشي يخطب، معناها مشي يخطبها وقتها. خطب بالطفله اللي حكيت له عليك؟ ايه، خطبها وعملوا فيونساي هو صاحبتي، وقلت لهم وهبط صورهم معناها في الجروبيت وكل، برشا عبيد معناها بعثوا لهم ميساجات وما يجيش، برشا كلام معناها وصل لهم خايب. اوكي، قعدوا مع بعضهم 2 زون 2 زون، كل واحد مشي على روحه. كمان ما حقيش تصير من الاول الحكايه على غلب. هي صاحبتك حاضره على علاقتك بيه؟ صاحبتي، وي، كي نقعد في القهوه قاعده معايا. مع هذيك ولاد خطيبته؟ وتو ما عادش معاه، تو ما عادش مع بعضهم حتى نهار، بقاو مع بعضهم، قعدوا مع بر غدره. بيان سور، الله يهديوك. احكي يا راي، عندها 3 زون هذه، هو لا ما يعني حتى شيء، هي زيدة معاش صاحبتي، وما تشرفش انها اني انا في نهار عرفت طفله كيفها. لا، اما الحكايه قعدت لي لهني في قلبي. ربي يهديهم. هذه حكايه كبيره هذه تتسمى. قولي من هوني ما عرفتش تعطي حتى ثقه في حتى عبد. ثقه وعبد عملوا لي برشا اعمال خايبه والله. الاصحاب راهو ما عادش اصحاب والله، قليل وين تلقى صحاب توا في الدنيا. صاحبك، امك، بوك، عائلتك، اقرب الناس. مانيش كونتخ انه زوج صاحبات يتعاركوا ما تفهموش، اوكي يمشيوا كل واحد على روحه، مش توصل معناها الحكايه كيما تحكي لي فيها. ما تعاركناش ولاخر لحظه نحكيو مع بعضنا، تو دانكو مشي خطبها وعملوا فيونساي ومعجبين ببعضهم. جمله جوست هكاك بروفوكيو فينا. معناها من با هي قالت يا كيفاش خليها وجاني، ولا هو قال شو كيفاش عملت مع صاحبتها؟ والله ايش نقول لك، هي مخ هذيك اش قالها. وتوا نادمه، تو نادمه. زوج ما يستحقوش انك انت تكون في حياتهم. راه بيان سور، لا هو يستحق ولا هي تستحق، وتوا نادمه هي وتحب ترجع تحكي معايا. مستحيل. وقالت يا ريتني عملتها، يا ريتني ما غدرت عايده صاحبتي، يا ريت. لا غالب كهو عادي، يتوقع كل شيء. انت كنت متوقع انهم مش ما همش يكملوا مع بعضهم ولا؟ كنت متوقع، خاطر اللي يفرح على جرحه ليا عمره ما تكمل فرحته. قداش بقيت مع خطيبك؟ 5 ans. زايده مخطوبين 5 سنين؟ وي، كهو مكتوب. هو تو شاف حياته على روحه، وانا بيان سور شفت حياتي. وحاول يرجع لك ولا؟ لا. مشي على روح، مشي على روح. وقعت بيناتنا بالحق، ما قعد بيناتنا حتى شيء، قعد بيناتنا الكلمة الطيبة، حتى ما قعد بيناتنا شيء معني، ما عندي معاه حتى مشكلة طو. انت في الفترة ذيك 3 سنين التالي الحقيقة معناها تعرضت للإساءة من زوز عبيد، معناها مش من شخص واحد، من انتيمتك اللي هي أقرب واحدة ليك، ومن خطيبك اللي انت تحبه أقرب واحد ليك. شكون وقف معاك في الوقت هذاك؟ عائلتي، أمي أكثر واحدة وقفت معايا البريود هذيك. أمي أكثر واحدة وسيتني في البريود هذيك، وصلت حتى تحب تمشي لهم لدارهم باش تحكي معاهم باش تبرد لي على قلبي. وصلت مشيت لبوه هو حكيت معاه وكل، أما أمي أكثر واحدة وقفت معايا. هو في الوقت هذيك ما حاولش يحكي معاك؟ جملة. ما حسيتوش معناها هو كان يحبك؟ أي بيان سور كان يحبني، هو ما لقاش حتى عملة معناها باش يعملها، إنه جوست صحابي وكا.
ما لقاش باش ينتقم مني جوست هكا صاحبتي او كان عملت له حاجه لحقيقه فيش كاين الشيء اللي عامله رد فعل والا هو هكيك عمل معك هكيك شيء سي عندنا مشاكل كيما اي كوبل ويت يصيروا مشاكل عاديه اي مشاكل عاديه كا. شنو تعلمت من التجربه هذه؟ تعلمت ما نعطي ثقه في حد والاصحاب ما بالحق ما عادش فما اصحاب قليل قليل الف 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 في الالف تلقى فيهم واحد صاحب وصاحبك هو جيبك وعائلتك عائلتك هي اقرب حاجه لك بخلاف عائلتك ما عادش نعطي ثقه في حتى حد هنا حتى حد اكثر معناها جمله نخرج معك مع لي كوزين نتاعي قعدوا لي لي كوزين نخرج معاهم وهذيك كوزان نخرج معاه في بالهم بالحكايه؟ بيان سور بعد قداش تجاوزت الحكايه هذيك؟ بعد إساءة الكبيرة اللي تعرفت لها عام ونص تجاوزت سيبان ولا بجيت تتجاوز؟ تجاوزت سيبان أنا طوى تخوازان كي تعدى هون بجنبي ولا تعدى هي بجنبي ما يعني لي حتى شيء ساعات الإنسان كي يكون مظلوم في الحكاية يجاوز في سعره مش كيما اللي يكون ظالم قعدت برشا يكون ظالم يبقى ياسر تقلب وجهي باللي بوتون صار فيا من بعد الحمد لله خرجت نخدم ووقتها بريود كورونا خرجت بعدها نخدم وعملت صحاب جدد وتعرفت على عبد جديد و تراقب فيهم ولا؟ ايه الحقيقة اي انا قلت لك 8 شهور هكاكا نراقب فيهم ونمشي للبلاصة اللي يقعدوا فيها شنو تشوف كي تراقب؟ شنو تلقى؟ تصورهم شنو كيفاش تصورهم؟ تصورهم عاديين قعدت 8 شهور ندخل نشوف تصورهم نشوفهم بقيت نعس عليهم خاطر انت مرضت روحك لا خاطر انا نحب وقتها اما تو سي بون قلت لك كي يتعدى من بحذايا كي يجي تو يعمل اللي باش يعمل مستحيل الانسان هذاك نرجع له ولا نكون انا وياه اصحاب نهار ولا هي زاده سيغ ديجا تو 3 سنين معناها وقت كافي على الاخر للنسيان عرفت عبد بعده محلي على الاخر عشت معاه استوقف نبيه عمل معايا برشا به وقف معايا في البريود هذيك بالحق لقيته كان لي حكيت له سوغ يعرف حكيت له كل شيء وقف معايا ووساني وخرجني من هالديبرسيون هذيك الحمد لله هو عنده الفضل ماله سوغ هو عنده الفضل كبير زين انتي وياه توا اون كوبل اي ان شاء الله ربي يخليه لك عايشك عايشك ربي يخليك خلي لك الكلمة الأخرى باش تنصح البنات اللي نجموا معناها يتعرضوا لنفس الإساءة اللي أنت تعرضت لها باهي ننصح البنات لحظة بركة ما تعطيش ثقة في حد فوالا ما يعطيش ثقة في حتى حد وبالحق عمل على روحك ما تعملش على راجل عمرك ما تحط معناها الهدف نتاعك في الدنيا هذه راجل راهو ما عنده ما يعمل لك ما عنده ما يزيد لك ما لازم البنات زاد يخليوا مسافة الأمان ما يعطيوش الثقة 100% أنا نحكي كل شيء ريت اللي نلقاها نحكي لها كل شيء صاحبتي ونعطي فيها كونفيونس وهي تجيني في ظهريتك توا هاني مازلت نتعلم يعطيك الوقت الطيب شغي ميرسي.